هذا ويستعد حجاج مملكة البحرين ليوم التروية ثامن أيام ذي الحجة وسط استعدادات صحية وأمنية ولوجستية تبذلها بعثة الحج البحرينية لضمان راحتهم. وقد عبر حجاج مملكة البحرين عن سعادتهم لأداء هذه الرحلة الإيمانية بعد أن من الله عليهم بسلامة الوصول في أجواء صحية سليمة. بمشاعر يغمرها الفرح عبر حجاج مملكة البحرين عن سعادتهم بهذه اللحظات الإيمانية التي يكونون فيها بضيافة الرحمن قرب البيت العتيق بعد أن من الله عليهم بسلامة الوصول واستكمال استعدادات بعثة الحج البحرينية الهادفة لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام لتكون التجربة الروحانية متكاملة الأركان محققة لمقاصدها الشرعية ومخففة من المشقة. شيء أثر فيني يعني هو أن أنا قلت لبيك اللهم لبيك، يعني حسيت أني قاعدة أستجيب حق نداء الله وأني أؤدي هاي الفرض اللي الله فرضه علي وأني أكمل ديني بأداء فريضة الحج. وحجاجنا كما حجاج الآخرين أيضا غمرتهم الفرحة بوصولهم إلى هذا المكان بعد انقطاع قرابة سنتين عن موسم الحج، لكن الفرحة كانت كبيرة جدا بعودة الحياة الطبيعية ووصول الحجاج إلى هذا المكان. يعني حين أكلمك وبعد فيني الصيحة، يعني عقب سنتين ناطرين هالفرحة ووصولنا بالسلامة ويعني قاعدين نستشعر الحج، شعور جدا جميل. مشاعر الفرح منذ أن وطأت أقدام الحجاج ثرى مكة المكرمة هو شعور يتمناه كل مسلم في كافة بقاع الأرض من مشرقها إلى مغربها، ودموع الفرح التي تحكي قصتها العين ونبرة الشوق لهذه اللحظات المليئة بالروحانية يلتمس إحساسها كل من يشاهد حجاج بيت الله الحرام، فهنيئا لمن لبى نداء الحج على أرض مكة بدعوة وقبول مستجاب بإذن الله.